أهم وأغلى وأحب دعاء وأقربهم للتحقق دعاء يوم عرفة. يا أيام الأمنيات الكبيرة والرغبات الكبيرة. أنا في آية جميلة جدا بحبها، الناس مش واخدة بالها منها، والآية دي نزلت في يوم عرفة. واسألوا الله من فضله. اسألوا من فضله. الفضل في اللغة عطاء بلا سبب، بلا استحقاق. ما عملتش حاجة عشان الفضل ده يجي لك، هو عطاء. ده يوم عرفة. يا نهار أبيض. أيوة بقى، اسألوا بقى. واسألوا الله من فضله، بصرف النظر أنت عامل إزاي، بصرف النظر إمكانياتك إيه، بصرف النظر قدراتك إيه. اسألوا، اسألوا الله من فضله. هو ده، هو دون يوم عرفة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما بيدي مالك، ملك الملوك، إذا وهب لا تسألن عن السبب. إذا أعطى أدهشك بعطائه، بكرة يدهشك بعطائه، بكرة تتغير حياتك. يا غمض عينيك كده، نفسك إيه يتغير في حياتك؟ اتمنى، حط أمنياتك. بكرة إذا هو ربنا عمل لنا سيستم في الدنيا، إن الدنيا الصعبة دي إن إحنا تيجي ليلة نتمنى بكرة يحصل إيه، فيحصل يوم عرفة والليلادي. تمنى الليله دي وبكره يكون ان شاء الله، بس روح له جامد، روح له وتوسل اليه جامد. بكره يقيل عثرتك. عارف عامله زي ايه؟ واحد عمال يكعبل ويقف ويكعبل، وحجر ويقع وتتخبط دماغه ويتشج راسه، وبعدين يقف، وبعدين بس هو بيسعى الحقيقه، عشان السعي ضروره. وبعدين جه يوم عرفه فوقف بين يدي الله ساجدا داعيا، فانطلق واتفتحت الأبواب.